حكاياتنا الأولى عن فتاة العرب، شاعرة على وتر وطن، برعت في الشعر النبطي فأسرت القلوب بحكمتها وفصاحتها. كانت الكلمات تنساب منها كالماء، حتى ظن البعض أنها تتنفس شعراً. كتبت في كل شيء، في الحب والشوق والمدح، وعن الأرض والدين وأحوال البشر، حتى سطع نجمها في سماء العرب. عاشت عمراً مديداً، فدونت خلاله في أشعارها تاريخاً تليداً، في شعرها نور وحكمة، فكانت تغرف من بحر الكلمات لتروي أرواح العطشة حتى صارت جارة القمر. أما بدايتها فكانت بحلم.